شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سباق الناشئة للقدرة والذي أقيم لمسافة 5 كيلومتر مشاركة أحفاد جلالة الملك المفدى وعدد من الفرسان والفارسات الناشئين، وذلك على هامش سباق كأس جلالته للقدرة الذي سينطلق غدا بقرية البحرين الدولية للقدرة. وقد تابعت جلالته السباق بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وعدد من أعضاء الاتحاد الملكي للقدرة. وقد أشاد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمشاركة الكبيرة التي شهدها السباق من قبل الفرسان الناشئة، مثمنا جلالته حفظه الله الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتعزيز ثقافة رياضة الفروسية وسباقات القدرة في الأجيال عبر تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة للنهوض بهذه الرياضة، مقدرا جلالته الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في وضع البرامج وإقامة الفعاليات والبطولات التي من شأنها تطوير هذه الرياضة التراثية بما يخدم المحافظة على الموروثات والقيم العريقة. من جانبه قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: تشرفنا بحضور متابعة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لسباق الناشئة للقدرة لمسافة 5 كيلومتر الذي وجهنا جلالته لإقامته على هامش سباق جلالة الملك المفدى للقدرة، والذي يأتي ترجمة لتوجيهات جلالته أيده الله لتعزيز ودعم هذه الرياضة بما يسهم في ترسيخ هذه الثقافة في الأجيال، والذي يهدف للحفاظ على إحدى أبرز الرياضات التراثية، والذي ينعكس بدوره على المحافظة على تراثنا الوطني. وأضاف سموه: مما لا شك فيه أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذه الرياضة بفضل المتابعة والدعم المتواصلين من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق المملكة للعديد من النتائج المشرفة بمختلف المشاركات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية، كان أبرزها لقب بطولة العالم للناشئين التي استضافتها تشيلي. فهدفنا أن نواصل هذا النهج الذي يحقق لنا الاستمرارية لمزيد من التطور والتقدم في مستوى الفرسان، ويسهم في تكوين قاعدة متجددة من الفرسان الناشئة، والذي يخدم ارتقاء هذه الرياضة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيدا سموه بالجهود المميزة للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في طرح البرامج التطويرية وإقامة البطولات المحلية التي ترفع من المستوى العام لهذه الرياضة. مساك الله بالخير طويل العمر، ايش حالك؟ بالنور والسرور يا هلا يا هلا. طويل العمر سباق الملك وخيول عندكم هذا، وبعد في عندكم وقت حق الصغارية وحق الرياضة، اللفت الجميل اللي سويته طويل العمر اليوم شيء غير طبيعي صراحة. الخطة والقصد الرئيسي كنا نبغي الأهالي يركبون ويا الأبناء. أيوة. يعني الفكرة بتكون حلوة، الأبو أو الأم يركبون مع أبنائهم ويطلعون طلعة مثل هذه، لا هو بسباق ولا هو بتحدي، لكنها فرجة وأنسة فيها المناطق الحلوه وعلى الخيل الراكده يعني. لكن اللفته الثانيه حضور الملك صراحه اشرحنا واستانسنا عليه، يا يشوفكم يشوف هالاجيال طويل العمر، شو قصدكم من هذا اليوم الرياضي حق يعني يركبون الصغاريه 5 كيلو طويل العمر؟
الحمد لله على كل حال، يعني تواجد الملك معانا هو السر، ومثل ما انت تشوف الشيخ محمد بن راشد تواجده معاكم في كل صغير وكبير. احنا ترى الملك نفس الشيء، يعني هو الداعم الرئيسي، هو اللي وصلنا لهالمستوى، فهو اللي يدعمنا، هو اللي شجعنا نقوم بالرياضات وتشجيع الابناء وتشجيع الجميع. الحمد لله. باخذ الفرصه شويه حق باكر، استعداداتكم طويل العمر ان شاء الله. بكره بنحاول قد ما نقدر، ما اوعد ان احنا يعني بيكون عندنا المستوى القوي، ولكن يعني بنحاول قد ما نقدر ان شاء الله. انفزنا نستاهل، وانفزتوا وتستاهلون اكثر. بياض الله وياكم، مشكور. شيمة موجوده معانا. شيمة راحت عن محمد وحمد وعن فيصل. يا سلام، خلنا بعلق عليهم عصام، نشوف منو اللي راح يوصل اول. هل راح يكون محمد ام شيمة ام حمد ام فيصل؟ واحد من الاربع اللي موجودين راح يكون معانا متواجد على خط النهاية وياخذ المركز الأول. أوه شيمة ارفع ايدك. ايوه، شوف يا سلام، شوف التعليم عصام، شوف كيف يعلمونهم. ارفع ايدك، يقول لحرك ناموس، مبروك، يعني شيء جميل. الله، يا سلام عصام. تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، ينطلق عند الساعة 7 من صباح يوم غد السبت سباق جلالته للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كيلومتر، والسباق التأهيلي الدولي والمحلي لمسافة 48 كيلومتر.
ويحظى السباق بمتابعة سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث يعتبر سباق جلالته الدولي للقدرة من أقوى السباقات نظرا لمشاركة نخبة من فرسان الفريق الملكي والإسطبلات المحلية، بالإضافة إلى فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيشكل مكانا مناسبا لإبراز التنافس بين فرسان البلدين وتأكيد المكانة الكبيرة التي بلغتها رياضة القدرة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، قد شهد الفحص البيطري والتقى بعدد من الفرسان وحثهم على تحقيق النتائج المتميزة في السباق والظفر بالمراكز الأولى في سباق جلالة الملك للقدرة، معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الإسطبلات المحلية لتأكيد تطورهم وقوة منافستهم في هذا الموسم. وأبدى سموه ثقته الكاملة في أعضاء الفريق الملكي الذين سيشاركون في السباق، وذلك عطفا على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها والخبرة الواسعة التي اكتسبوها جراء المشاركة في مختلف البطولات والأحداث الرياضية. كما أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن الاتحاد حريص على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الإعداد المتميز لكأس جلالة الملك المفدى الداعم الأكبر لرياضة الفروسية في المملكة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيحرص على إنجاز البطولة التي تحمل اسم الأغلى على الجميع. وقد شهدت الاستعدادات لكأس جلالة الملك تنظيم مهرجان عائلي وسباق للصغار. وتعليقا على ذلك قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: تم تنظيم هذا السباق والذي جاء ترجمة لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه لتعزيز ودعم هذه الرياضة بما يسهم في ترسيخ هذه الثقافة في الأجيال، والذي يهدف للحفاظ على إحدى أبرز الرياضات التراثية، والذي ينعكس بدوره على المحافظة على تراثنا الوطني.